ربنا بيفتح للإنسان وبيمد الإنسان على قدر إخلاصه بفتوح من حيث لا يدري ولا يحتسب، وشهر نفحات. وشهر نفحات، وربنا بقى ييسر له يسمع هنا. وحضرتك تفضلت إنه البرامج الحمد لله المتحدة قايمة بكم كبير جدا من البرامج، صحيح. ربنا يزيد يا ويبارك، رب. ودي جرعة مطلوبة إن إحنا نهتم بيها أكثر وأكثر كمان. ومسألة التدبر أثناء التلاوة، عشان في بعض يقولوا أنت لا تثاب، بعض هناك البعض هناك بعض من يقول بأنه الإنسان إذا يقرأ القرآن وبنستمع إلى ذلك، نقول لهم لا، يعني ما نخوفش الناس، إنما نرغب الناس في أنهم يستزيدوا في تلاوة القرآن الكريم. وبعدين بالنظر في النصوص الشرعية تجد أن فيها عموم، ما فيهاش تخصيص أنه لا لازم تتلو وتتدبر لإما مش هتثاب على هذا، ما حدش حتى يقدر في يقول القراءة كده. نفسها كمان يعني أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن، النص فيه أريحية، الحال المرتحل الذي يقرأ القرآن يقرأه من أوله إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام بيعتبر أن الإنسان بيبتدي رحلة مع كتاب الله، أول ما تنتهي الرحلة يبدأ من جديد. هذا الحال المرتحل اللي كلما حل ارتحل، على طول يبتدي الرحلة من جديد ليختم. النصوص دي بالنظر فيها وبالنظر في غيرها فيها إطلاق، ما فيهاش تقييد، وبالتالي يثاب من يقرأ طبعا بتدبر، الثواب أعظم. والذي يقرأ بسرعة بعض التدبر ويفوته البعض الآخر، كل على قدر اجتهاده وإخلاصه.